مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درست اليوم Unit 1 Lesson 9. اليونت الأول الدرس التاسع. عنوان الدرس Official Languages. Official Languages معناها اللغات الرسمية. قبل ما أبدأ بشرح القطعة أو الدرس بشكل عام، هذه القطعة اللي موجودة بأسفل هذا المخطط أو بأسفل هذه الخرائط، هذه القطعة قطعة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري وكذلك مطلوبة. بالدرس السابق شرحنا قطعة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وقلنا من الممكن تجيك بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص لقطع الكتاب. واليوم عندنا قطعة أخرى تتحدث عن كندا، كذلك هذه قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري، وراح نشوف أنه أكو أسئلة متعلقة بها لازم نحفظها. بالبداية بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي match the countries with their official languages. طابق البلدان باللغات الرسمية اللي يتحدثوها from the box، من الصندوق. طبعا هنا منطيني على سبيل المثال الجريس. جريس معناها اليونان. يا لغة يتحدثوها اليونان؟ أكيد الجريك، اللغة اليونانية. هذه مجرد نشاط صفي كمقدمة للدرس. جوردن، الأردن تتحدث العربيك، اللغة العربية، وهكذا. إنديا تتحدث هندي، تتحدث اللغة الهندية، وكذلك تتحدث الأوردو. بعض السكان في الهند يتحدثون لغة الأوردو. إيطالي، إيطاليان، واضحة جدا. كينيا تتحدث اللغة الإنجليزية English. باكستان تتحدث الإنجليش والأوردو. هذا مجرد مقدمة للدرس، لأن هو اسم الدرس أو عنوان الدرس Official Languages، اللغات الرسمية. ده يريد يوضح لأنه كل بلد أو بعض البلدان بها قوميات مختلفة، بها جنسيات مختلفة. فبالتالي مثلا على سبيل المثال العراق بالقومية العربية يتحدثون اللغة العربية، والقومية الكردية يتحدثون اللغة الكردية إلى آخره. فبعض البلدان بها أكثر من لغة رسمية. هو منطيني مقطع نصي متكامل عن كندا. هذا المقطع راح يوضح لي أنه دولة كندا أو سكان كندا عندهم قوميات مختلفة، فاللغات اللي يتحدثوها مختلفة، مو مجرد لغة واحدة. فهنا في مقطع النص الأول شي يقول؟ قلمك وياي يحاول يسجل المعلومات اللي راح نطلعها، لأن هي راح تفيدنا بحل الأسئلة المتعلقة بالقطعة. كندا is the second largest country in the world. كندا هي ثاني أكبر بلد في العالم after Russia، بعد روسيا. It is أنها تبلغ حوالي 9,979,616 كيلومتر مربع. هذا الرقم مهم جدا، وبعد قليل راح يسألني عنه. من الممكن يقول لي How big is Canada؟ تقدر تقول It is the second largest country، هو ثاني أكبر بلد، أو تقدر تقول الرقم بالتفصيل 9,979,619 كيلومتر مربع. It has population of 38 million، تعداد السكاني حوالي 38 مليون، and that number is growing، وهذا العدد بتزايد. احنا نعرف ان السكان عددهم دائما يكون في تزايد. But Canada's population is not large، لكن تعداد السكان مال كندا ليس كبيرا for its size، ليس كبيرا مقارنة بحجمها. احنا مثلا بالعراق، العراق مساحة العراق اقل بكثير من هذه المساحة، ومع ذلك التعداد السكاني اكبر بكثير من هذا العدد. فبالتالي هو ده يقول لك التعداد السكاني مقارنة بمساحتها يعتبر صغير جدا. التعداد السكاني most people live near the border، معظم السكان يعيشون بالقرب من الحدود with USA، بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الأولى تعرفنا على التعداد السكاني، حجم كندا، بعض المعلومات عن كندا. بالفقرة الثانية يقول لي كندا is a beautiful country، كندا هي بلد جميل جدا. Because it is also it is so big، لأنها أولاً كبيرة. There are many national parks and wildernesses، لأن هنالك الكثير من national parks، المتنزهات الوطنية، wildernesses اللي هي البراري أو الأماكن البرية المليئة بالخضار. Wilderness area، مناطق برية. If you travel to Canada، إذا سافرت لكندا، you can see rivers. انتبهوا هنا، هاي المعلومة جدا مهمة. يمكنك أن ترى rivers، الأنهار، lakes، بحيرات، forecasts، غابات، and even glaciers. glaciers اللي هي الجبال الجليدية. One of the Canada's most famous natural features is Niagara Falls. واحدة من أكثر المميزات أو أكثر المميزات الطبيعية في كندا هي نياجارا فولز، هي شلالات نياجارا.
الفقرة الثانية عرضني الأشياء الجميلة في كندا، نلقى بها أنهار، بحيرات، غابات وكذلك شلالات، تؤدي إلى أنه كندا بلد جميل جدا. How do people live in country with two official languages؟ كيف يمكن لناس يعيشون في بلد فيه لغتين رسميتين؟ إذن هو يوضح لأنه هناك لغتين رسميتين في كندا. The two official languages of Canada are English and French. اللغتان الرسميتان في كندا هي اللغة الإنجليزية والفرنسية. Because some of Canadians are of British origin. لأن بعض الكنديين هم من أصل بريطاني. And some are of French origin. وبعضهم من أصل فرنسي. كلمة origin كلمة جدا مهمة، راح تفيدنا إن شاء الله بالدروس القادمة أو بالتمارين القادمة. origin تعني معناها أصل. most people معظم الناس don't speak both languages. هو شي يقول لي، يقول لي هو صحيح هم عندهم لغتين رسميتين، بس احنا مثلا قلت لكم، انا ضربت لكم مثال عن العراق. العراق بلغتين رسميتين اللي هي اللغة العربية واللغة الكردية. صحيح ان انا اكل لغتين، لكن مو كل الناس تحكي اللغة العربية والكردية. فالسكان العرب يتحدثون اللغة العربية، والسكان الكرد يتحدثون اللغة الكردية، وهكذا. فليس كل الناس يتحدثون اللغتين. But about 22% of the population speak French. 22% من السكان يتحدثون اللغة الفرنسية. And about 75% speak English. و 75% يتحدثون اللغة الإنجليزية. You will hear more French or English depending on where you are. راح تسمع لغة إنجليزية أكثر أو فرنسية أكثر طبقا للمكان اللي انت به. يعني بعض المناطق يتحدثون أكثر شيء لغة إنجليزية، وبعض المناطق يتحدثون أكثر باللغة الفرنسية. أما الفقرة الأخيرة، كندا has several large cities. كندا فيها الكثير من أو بعض المدن الكبيرة. The biggest of these، أكبر مدينة هناك is تورنتو. تورنتو هي أكبر مدينة وين بكندا. The capital، أما العاصمة أوتاوا. انتبه لي، تورنتو is the largest city in Canada، هي أكبر مدينة في كندا. أما أوتاوا هي الكابيتال، هي العاصمة. is only fourth largest city، العاصمة اللي هي أوتاوا هي رابع أكبر مدينة. in Ottawa about half of the people speak both French and English. بالعاصمة أوتاوا معظم أو نصف السكان تقريبا يتحدثون كلتا اللغتين، اللغة الإنجليزية والفرنسية. communication easier there. طبعا لما هناك أكو ناس يتحدثون بلغتين، التواصل راح يكون وياهم بطريقة أسهل، لأن أكو ناس يتحدثون لغتين. الآن هذه القطعة، وضحنا القطعة، وضحنا مفرداتها. الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بها اللي راح تلقوها بتمرين أي. طبعا هو شنو الفكرة؟ يقول لك بتمرين أي أنا منطيك أسئلة. بالفقرة الأولى يقول لك أريدك تشوف هاي الأسئلة بيا فقرة موجودة من الفقرات اللي أنا منطيك إياها. هو مو منطيني أي وبي وسي ودي. المقطع النص مقسم إلى أربع فقرات. يقول لك مثلا What are the official languages of Canada؟ ما هي اللغات الرسمية في كندا؟ لا تجاوبني، ما أريد الجواب، أريدك تشوف لي يا مقطع نصي. أنا قايل لك بالمقطع النصي سي. most people live in country with two official languages، بها لغتين رسميات، وهو وضح لي بالمقطع سي. زين، what is the capital of Canada؟ ما هي عاصمة كندا؟ يا مقطع تلقى لي يا، تلقى لي يا بمقطع دي. الكابيتال اوف كندا از اوتاوا، هي مدينه اوتاوا. هاو بيج از كندا، كم كبر كندا؟ بالمقطع النصي اي، وهكذا. مو هذا المهم، المهم هو اجوبه هذه الاسئله. طلاب ركزوا وياي، هذه الاسئله هي اللي تجيك في الامتحان التحريري ويقول لك جاوبني عنها. What are the official languages of Canada؟ ما هي اللغات الرسميه في كندا؟ وضحنا ان اللغات الرسميه في كندا هي اللغه الانجليزيه والفرنسيه، فاقول له English and French، اللغه الانجليزيه والفرنسيه. What is the capital of Canada؟ ما هي عاصمة كندا؟ قلنا إنه هي عاصمة كندا أوتاوا. أما أكبر مدينة في كندا هي تورنتو. هو ده يسألني عن العاصمة. How big is Canada؟ شوف هنا طلاب، أنت تقدر تقول it is a big country، إنه بلد كبير، أو the second largest country، هو ثاني أكبر بلد، أو تنطي العدد مثل ما هو 9,979,616 كمل لي إياها، إذا تريد تكملها كيلومتر مربع، فأكتب له KM تربيع. وراها السؤال اللي بعده، What natural features does it have؟ ما هي المميزات الطبيعية اللي موجودة
بكندا. ذكرنا العديد من المميزات، منها الريفر، الليكس، فوركاست، وكذلك الجليشيرز اللي هي الجبال الجليدية إلى آخره، البحيرات، الأنهار، ذكرناها بشكل مفصل بالقطعان. What is the population of Canada؟ ما هو التعداد السكاني لكندا؟ ذكرنا أن التعداد السكاني لكندا 38 مليون شخص أو 38 مليون نسمة، ذكرنا 38.01. هذا العدد لازم تحفظه لأن هو يسني عن عدد السكان اللي عايشين بكندا. How many people speak English؟ كم عدد الناس الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية في كندا؟ ذكرنا أنه 75% من السكان يتحدثون اللغة الإنجليزية، فبالتالي هذا يعطيني العدد المناسب من تعداد السكان اللي منطيني إياه 38 مليون، حوالي 75% من عندهم يتحدثون اللغة الإنجليزية. هذا التمرين قبل ما أنتقل من عنده تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، يجيني مثل ما هو على شكل أسئلة متعلقة بقطع كتاب القطع الكتاب اللي موجودة عندنا، قطعتين باليونت الأول، قطعة اللغة الإنجليزية والعربية، وهذه القطعة الثانية المتعلقة بكندا. ننتقل إلى تمرين B أو عفوا تمرين C، match the words with their definitions. هذا التمرين قبل ما أبدأ به تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. شو يقول لي؟ يقول لي وصل الكلمات بالdefinitions، بالتعاريف المناسبة لها. منطيني كلمة ومنطيني تعريف، أريدك توصل الكلمة بالتعريف المناسب لها. معظم الكلمات احنا أخذناها أما بالدرس السابق أو خلال هذا الدرس. مثلا كلمة official ذكرنا بالدرس السابق، official معناها رسمي، واسم موضوعنا اليوم official languages، اللغات الرسمية. إذا كلمة official شنو معناها؟ هو منطيني مجموعة من التعاريف أريد أوصلها بالتعريف المناسب لها. خلنا نجي نحاول نوضح التعاريف على مود نقدر نوصلها بالتعريف المناسب لها. فهنا يقول لي unspoiled area where not people live، هي منطقة غير ملوثة ولا يسكن فيها أحد، غير مناسبة. هذا نتحدث عن كلمة official. Where something or someone comes from، هو المكان الذي يأتي منه شخص أو شيء معين، كذلك غير مناسبة. A large area، هي منطقة كبيرة، كذلك غير مناسبة. The exchange of information or ideas between people، هو تبادل المعلومات والأفكار بين الناس، كذلك غير مناسبة. Used by the government or any legal authority، هي تستخدم من قبل أي سلطة حكومية. نعم، كلمة official اللي معناها رسمي، شنو معناها؟ كلمة رسمي هو أي شيء يستخدم من أي سلطة حكومية أو محلية. فهنا أنا أوصلها بالكلام المناسب لها اللي هي إيه؟ أوصلها بحرف إيه. border قبل شوية قلنا شنو معنى كلمة border؟ border معناها حدود. شنو تعريف الحدود؟ كل اللي قلناها غير مناسبات. خلنا نجي نشوف الأخيرة، the separation between two countries، هو الفاصل بين البلدين. نعم، حدود البلد هي الفاصل بين البلد والبلد الآخر إلى. إذن أوصلها بالأف. origin قبل شوية قلنا انتبهوا على هاي الكلمة، كلمة origin شنو معناها؟ أصل، يأتون من أصل فرنسي، يأتون من أصل بريطاني، الأصل مالتهم. where something or someone comes from، حيث يأتي شخص أو شيء من مكان معين. أصله هو المكان الذي يأتي منه هذا الشخص. اللي بعدها glacier اللي هو الجبل الجليدي. نشوف إنه كلمة أو العبارة سي، a large area of slowly moving ice، هي a large area، منطقة كبيرة، of moving slowly ice، لجليد يتحرك ببطء، نسميه glacier. communication هو التواصل. شنو تعريف كلمة التواصل؟ هو التبادل، تبادل المعلومات، exchange of the information or ideas، تبادل المعلومات أو الأفكار between people، بين الناس. wilderness اللي هي البراري أو الأماكن البرية. الأماكن البرية هي ال unspoiled area، هي الأماكن الغير ملوثة لا يسكن فيها أحد، المناطق البرية التي لا يسكن فيها أحد. هذا التمرين مثل ما قلنا هو تمرين مهم جدا، يجيني مثل ما هو. شون يعني؟ أما يجيب لي على شكل توصيل، أو بالعكس يشيل لي ذن الكلمات اللي أشرناهن، هذن الكلمات اللي وضحناهن، الـ border، الـ origin، الـ glacier، الـ communication، الـ wilderness، ينطينياهن بأعلى التمرين وتسقط الكلمة مع التعريف المناسب لها. تقريبا نفس الفكرة، أما يجينا على شكل أسقاطات أو على شكل توصيل. أما تمرين الحقيبة، make notes of the following question about Iraq، سوي لي ملاحظات عن هذه الأسئلة اللي أنا سألك إياها عن العراق. طبعا هنا اذا يقول لك انت باعتبارك عراقي فتعرف ذن المعلومات اللي متعلقه بالعراق. على سبيل المثال، المعلومه الاولى والسؤال الاول، list two languages spoken in Iraq، انطيني
2 لغات يتم التحدث فيها بالعراق، يتحدثون باللغة العربية والكردية، فأقول له Arabic and Kurdish. How many people live in Iraq؟ كم عدد الناس الذين يسكنون في العراق؟ ذكرنا أن التعداد السكاني حوالي 43 مليون وفاصلا 53 أو 530 ألف، يعني تقريبا التعداد السكاني لحد الآن آخر تعداد سكاني كان حوالي 43 مليون نسمة يسكن في العراق. What is the currency of Iraq؟ ما هي عملة العراق؟ عملة العراق اللي هي الدينار العراقي، فأقول له Iraqi دينار، أو تقدرون تختصروها IQ دينار. How many provinces are there in Iraq؟ كم عدد المحافظات في العراق؟ المحافظات في العراق 18، فأقول له 18 محافظة. What is Iraq famous for؟ بمن مشهور العراق؟ طلاب هنا كل طالب ينطي أي شيء يشتهر به العراق. بعض الطلاب يقولوا لي أويل، العراق مشهور من النفط. بعض الطلاب ينطيني فد أكلة معينة ولتكون مثلا الدولمة. بعض الطلاب ينطيني فد لبسة معينة وكان تكون الدشداشة. فهنا أنا مثلا أقول له روينز، أويل، أقدر هواي أنطي شغلات مشهورة بالعراق. من هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها اللي مشهورة بالعراق اللي هي الآثار والنفط. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. أو الأستاذ ينطيك واجب بيتي، لأن هو إحنا قلنا سابقا تمرين الحقيبة أو التمرين اللي مرسوم عليه حقيبة هو كنشاط أو كواجب بيتي. يطلب الأستاذ من الطلاب أن يجاوبون على هذه الأسئلة كواجب بيتي، ومن ثم الدرس القادم يعرضون إجاباتهم. وراح يقول لك أنت مو جاوبت على هاي الأسئلة، يعني أنت تعرف معلومات عن العراق، أريدك تسوي لي مقطع نصي عن العراق. نفسية الأسئلة اللي أنا سألتك عليهن نفس ما هو الطاني مقطع نصي متكامل عن كندا، شنو المعالم الطبيعية، قد عدد السكان، المحافظات، العاصمة. فأنا أجي أسوي مقطع إنشائي، مقطع نصي متكامل عن العراق. مثلاً أقول له Iraq is a big country with population of 46. العراق بلد كبير، تعداد السكاني حوالي 46 مليون. The capital is بغداد، العاصمة بغداد. يذكر عدد المحافظات، أكبر المحافظات، نفس ما موجود بقطعة كندا، يذكر المعالم الطبيعية، الأشياء المشهورة بالعراق. لكن هالمرة مو على شكل نقاط مثل ما هو بالتمرين السابق، وإنما على شكل مقطع نصي كذا نشاط لتطوير مهارة الكتابة، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس بسيط جدا ومهم جدا، بقطعة مهمة وكذلك بأسئلة متعلقة بهذه القطعة لازم نحفظها، وكذلك تمرين متعلق بالمفردات والتعاريف المناسبة لهذه المفردات على شكل إسقاطات أو توصيلات. حاولوا تسجلون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا لامتحان الشهر الأول وامتحان نصف السنة وحتى امتحان أخير السنة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حساباتنا في الفيديو في الوصف.